بسم الله الرحمن الرحيم. أفعل بولان تم العثور عليها عند الحدود السورية الإسرائيلية، وهي تموت بسبب التيار الكهربائي، وقد قدر العلماء عمرها بألفي سنة ونيف، ويروى بأنها كانت تلتهم الخراف والماعز لهذا القرى المجاورة، وذلك بدون أي محاولة لردعها، فسبحان الله العظيم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.